انضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الخرطوم العميد الصوارمي خالد سعد، ناطق رسمي باسم القوات المسلحة السودانية سابقا. أهلا بك معنا على شاشة الغد. في البداية، يعني موقف القوى السياسية من بنود هذا الاتفاق وأيضا هذا الاجتماع، وهل من ضمانات لنجاح هذا الاتفاق أيضا سيادة العميد؟ أهلا ومرحبا، وسعيد أن أكون معكم في هذا الصباح. عموما نعم، هنالك يعني سعي دؤوب من كل الأطراف لأن تكتمل هذه الصورة، ولا شك أن البرهان منذ أن أعلن عن قراره في 25 من أكتوبر الجاري يعني يزعى ومعه فئات كثيرة جدا من المجتمع، من الأحزاب ومن القوات من المكون العسكري والمكون المدني. هم في شغل شاغل من أجل أن يصلوا إلى تكوين حكومة مدنية، لأنه في قرار قد أعلن أنه لابد من أن تكون هنالك حكومة مدنية بشروط واضحة وفق الوثيقة الدستورية ووفق ما اتفق عليه سابقا مع قوى إعلان الحرية والتغيير وحكومة كفاءات مستقلة وما إلى ذلك، كل ذلك معلوم لدى الشعب السوداني. وبالتالي أعتقد أن هنالك شبه إجماع من القوى السياسية التي كانت تكون قوى إعلان الحرية والتغيير، وكذلك القوى السياسية التي كانت يعني خارج اللعبة السياسية والتي يعني لا علاقة لها بالحكومة السابقة، أيضا يعني مكونات الشعب السوداني المختلفة كلها تنتظر، لأن الفراغ الدستوري قد طال أمده وتطاول لأكثر من 3 أسابيع، وبالتالي كان يعني الشعب السوداني وما زال ينتظر هذه اللحظة أن تكون هنالك حكومة مدنية يرأسها السيد حمدوك أو غيره من الشخصيات التي يقع الاختيار عليها بالتوافق، نسبة لأن الفترة توافقية، ليس هنالك انتخابات، ليس هنالك صناديق اقتراع، وإنما هنالك فقط توافق ويعني الترشيح بالتزكية والتوافق والتراضي يتم من خلاله يعني التوافق على رئيس وزراء، ويتم كذلك التوافق والتراضي على مجموعة من الوزراء وما إلى ذلك بالترشيحات الفردية وما إلى ذلك. يعني طيب سيادة العميد، يعني اتفاق بين المكون العسكري والمكون المدني، نعتقد أنها يعني خطوة كانوا يسعون إليها، ولكن لماذا هو الوضع الآن كما نشاهد يعني مليونيات وتظاهرات ومعارضات لما يحدث؟ كيف يمكن أن نفسر هذا الوضع؟ نفسر هذا الوضع بأن السيد البرهان وحكومته الحالية القائمة الآن بشكلها الحالي، وهي مجلس سيادة فقط من غير مجلس وزراء، أنه لا يريد أبدا أن يقف أمام أي تعبير مدني أو أي تعبير شعبي يعني عن آرائهم وعن أفكارهم وعن طموحاتهم وما إلى ذلك. بمعنى أن البرهان أعطى فرصة كبيرة جدا، أو أن حكومته أو مجلسه السيادي قد أعطى فرصة كبيرة جدا للشعب بأن يعبر حتى ولو كانت فئات قليلة. وأنا أعتقد أن الفئات التي الآن هي في الشارع تعبر عن رأيها وتقوم بإغلاق الطرقات هي جزء من الشعب، نعم أعطاهم الحق في أن يعبروا، ولكن هم ليس كل الشعب، هم ليس كل الشعب، لأن الغالبية العظمى من الشعب الواعية والفئة المستنيرة لم تخرج في هذه المظاهرات، ولم نرى كبار السن ولا متوسط العمر، لم نراهم يعني يخرجون في هذه المظاهرات، ولم نراهم يعبرون عن أفكارهم بطريقة عدوانية بما اتخذه البرهان من ثورة تصحيحية. وبالتالي أعتقد أن ما يحدث الآن من معارضة في الشارع وفسحة قد سمح بها البرهان للشعب لكي يعبر، وبل يعني هو في كثير من الأحيان يقوم برعاية هذه المسيرات، وبالتالي يعني أصبحت شغلا شاغلا وأصبحت مسارا للنقاش والحديث عن أن هنالك معارضة للبرهان، ولكن أعتقد أنها هي فسحة ديمقراطية قد سمح بها البرهان ليعرف مدى يعني شعبيته ويعرف مدى تأييد الفئات السياسية والشعبية عموما لقراراته التي اتخذها. وعموما أعتقد أن النتيجة جاءت إيجابية، نسبة لأنه حتى الآن ليس هنالك يعني معارضة تذكر، وأن
الأحزاب السياسية والإدارة الأهلية ومجموعات كبيرة جدا من أطياف الشعب ما زالت تقف مع البرهان في الموقف الذي اتخذه وفي القرارات التي اتخذها، وبالتالي أعتقد أنه قد نجح في خلال هذه الفترة في أن يتأكد تماما عن مدى صحة ما ذهب إليه وعن مدى قابلية ما ذهب إليه في قراراته. شكرا جزيلا لك العميد صوارمي خالد سعد، ناطق رسمي باسم القوات المسلحة السودانية سابقا، كنت ضيفا معنا على شاشة الغد.